بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عندنا السيارة هذه فيها بعض الأصوات، أحبكم تفرقوا لي شنو هما الأصوات هذوما، باش نعلمكم كيفاش تفرقوا بين الأصوات. توكلنا على الله، اسمعوا مليح إن شاء الله تكون الأصوات واضحة. ما نحكيش على المحرك، نحكي على الأصوات اللي موجودين في السيارة تو. تو نحاول نطفي المحرك ونخليكم تسمعوا الأصوات. نبدأ أسمع تو. هذا هي الصوت، تسمعوا فيه ان شاء الله يكون تسمعوا فيه واضح. صوت من خلفه الفريق، نحبكم تعطوني بالتحديد شنو بالضبط وعلاش يعمل هيك، شنو اللي صار فيها الحاله اللي فيها الديفو هذه، شنو اللي صار فيها بالضبط. اخذوا معي مليح، ندخل بكم شوية في مطبات ونحاول نطفي المحرك ونشوف الصوت وين هو. عموما الصوت واضح، اسمعوها اسمعوا فيه. وان شاء الله في ما عادش نحب نعمل لكم فيديوهات فيها الحل، نحبكم نجيبوا الحل من عندكم. ركزوا معي على الأصوات، اسمعوا مليح. هنا كلها في الكياس، يعني في الطريق مزفت، ما يتعملش حس كبير. أو مقابلنا مطبات، أو باش نطفي السيارة هنا، نسكت السيارة هنا وننزل السيارة طافية. ننزل السيارة طافية وثبتوا معي مليح في الأصوات. الصوت واضح، أما صوت من الخلف أما صوت قوي من الخلف. سامحولكم أكثر، شفتوا هناك مطبات. Thank you.
من بعد اللي يفهم الصوت واللي يسمعه واللي يعرفه يكتب تحت الفيديو وانا نجاوبه في الاخير يعني بعد مدة معينة، نحط الفيديو اللي هو فيه المشكل ونحط كيفية تصليحه. لكن من الاول ما عادش نعملها خاطر فما تلامذة يحبوا يعرفوا يحبوا يتعلموا، لازم الانسان يخدم مخه شوية ما يقعدش ديما يعني معمل على غيره، لازم هو حتى ولا يغلط او يسيب يعني ما يهمش، يغلط مرة الاولى الثانية الثالثة لين يتعلم. لان مشكلة يعني انك تفرق ما بين صوت الحاجة والحاجة عندها قيمة كبيرة برشا، لان وقت تركب في السيارة تعرف ان الصوت هذا منين جاي بالضبط من غير ما تقعد تتجز وتقول هذا منا ولا منا ولا كذا. ان شاء الله تفهموها الحكاية بالضبط وتتفاعلوا معها. بعتلي فيما صوت من الاول من الامام نحاول نشوفه مع بعضنا. عندنا صوت آخر طبعا نسمعوه مع بعضنا، نسمعوه معي مليح. الصوت عندما ندور يمين ويسار الفولون، نسمعوه مليح. عندما ندور الفولون يمين ويسار نسمعوه فيه. هذا منين يجي الصوت هذا؟ الصوت هذا أعطوني منين يجي؟ أسمع مني. أسمع فيه. إن شاء الله تعرفوه مني. هذوما الحالات اللي الجواب على السؤال اللي سألته أنا على الميغان وقت جربتها، قلت لكم شكون يعرف الصوت هذا منش يتكون وش هي القطعة اللي يكون يعني غير صالحة في السيارة هذيك. طبعا بعد ما حلينا السيارة وشفناها لقينا هاو الصوت الديفوين اللي هو هذا الامورتيزور مونتيري فيه السلم لوك هذا بلا ميت ماشي. هذا يعني خط الصوت اللي سمعناه كونه كاوتشو في كاوتشو مش حديد، لان الحديد تسمع الصوت يعمل هذا كبد حديد حديد الحديد يعمل هيك كبد كاوتشو ما تسمع كان دب 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 كذا. هذا الصوت اللي هو من خلف
تاع المفصل الخلفي اللي هو قلت لكم شكون يعرف الصوت هذايا نتاع هذايا خاطر نتاع المفصل الخلفي الخلف هذايا الصوت هذايا. وبالنسبة للأمام الأمام فوقنا فوقنا المفصل هذايا التوك نتاعو ما عادش ما عادش يدور أنا ولا يدور كله يدور كله ولا يعمل الصوت اللي هو كما هذا هذايا التوك مثلا تو ما عادش يصلح اسمعوا فيه التوك هذايا التوك هذايا يركب هنا وهو يعني السيارة تكون نازل عليه الحمل نتاع السيارة كله عليه من قدام من الجهة اليمين واليسار وقت يدور دور نتاع الدريكسيون أو الفرون على اليمين واليسار هذا يبدا يدور تبع فيك ويرجع يدور تبع فيك ويرجع وتوك أمورتيسير سموه توك أمورتيسير سموه بي تي أمورتيسير سموه رولمون أمورتيسير عنده عدة أسامي هو عبارة على يعني باش يدور عليه الأمورتيسير مجهول وفي نفس الوقت توك كوتشو فيه حديد كذا باش يفصل ما بين هذا وهذا. سلم اروح سلم سلم ونقصهم بعد شو مصوص خير طبعا ما قربل ما قربل ما قربل ماكسيمو ما قربل ماكسيمو عارف بدك انا عارف بدك تروح بالشارع هذين انا خاطر ما لازمش خاصك في الموتور هذين ماشي خلاص شو انت؟ لكن نرتاحوا منه يخلص نرتاحوا منه ولا خلينا ناكلوا فلوسه خصوا عاد جديد وقت تو احنا نجي هنا